يشبه فيدلي قارئ الأخبار، حيث يمكنك من تصفح المواقع الإخبارية الرئيسية والمدونات دون الحاجة إلى زيارتها كل على حدة. مع فيدلي يمكنك الاشتراك في تغذيات RSS، وهي نسخة تم نزعها من موقع أو مدونة على شبكة الإنترنت، وتنظيم النتائج في مجموعات يمكنك من تصفحها بسرعة، وحفظ البنود التي تهمك أثناء مرورك عليها. لإعداد فيدلي انتقل إلى فيدلي.com وانشئ حسابا، أو ادخل عن طريق جوجل أو فيسبوك. كما تتوفر أيضا تطبيقات فيدلي للهاتف المحمول والأجهزة اللوحية. بمجرد قيامك بتسجيل الدخول، انقر على اكتشف وتابع في القائمة اليسرى. سترى على الجانب الأيمن من الصفحة مربع البحث، اكتب اسم المنشور الذي ترغب بالاشتراك به. ستظهر قائمة بالنتائج، اختر ما تريد وانقر. استعرض النتائج التي تراها، وإذا كنت ترغب بالاشتراك في هذا المنشور انقر على زر فيدلي زائد في أعلى الصفحة. ستنبثق قائمة جديدة في الجهة اليسرى تطلب منك تحديد أو إنشاء مجموعة جديدة لإضافة هذا الموقع إلى تغذيات فيدلي الخاصة بك. انقر على زائد مجموعة جديدة وقم بإعطاء مجموعتك اسما. كرر هذه العملية لمنشورات أخرى بما في ذلك المدونات. يمكنك أيضا زيارة المنشورات التي تقرأها والبحث عن تغذيتها عن طريق تحديد موقع أيقونة RSS. وأخيرا، فمن الجيد عمل قائمة بالمنشورات التي ترغب في قراءتها والمجموعات التي تريد إنشائها قبل البدء باستعمال فيدلي. سيوفر هذا وقتك ويشجعك على التوصل إلى فئات واضحة. لقراءة اشتراكاتك ببساطة، سجل دخولك وانقر على المجموعة التي تريدها. يسمح لك الضغط على شريط المسافة بالانتقال بين الصفحات. خصص نصف ساعة كل صباح لتصفح البنود، واحفظ ما تجده مثيرا للاهتمام. يمكنك أيضا ربط فيدلي مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجدول الخاصة بك، كما يمكنك مشاركة البنود دون مغادرة الصفحة.